هلا شباب، صباح الخير. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. اليوم راح اروح افك الحبريات. لايكاتكم ترتيباتكم سريعه شباب. قبل لا افك الحبريات هسه اجيب الصناديق منتظر صاحب دي يجيني. تمام، هاي همك وحمر طايره. فهسه ايش راح اسوي؟ هاي تورهم طايره. وصل يوم الحمر. صاحبي هسه راح يجيني، راح اعبي ذني. قبل لا اعبيهن خلي نصعد نطير الحايله. هاي الفكه للحبريات والفكه جايه للحايله. خلي نصعد نطير الحايله شباب. تعالوا شوفوا شباب ايش لقيت بالسطح. مسكي مصلاوي، شو يسموه هذا؟ نضربه شقف. هو تعبان. وين سويت الشقف؟ مسحوق خطيه شباب. مسحوق، كلش مسحوق. يلا خلينا نفتح الحايله وبعدها انزل عبي الحباري ونتوكل على الله. يلا وشو صعدت الحائلة. يلا شباب خلي الحق عيني انزل عبيهن. هذا راح اذبه جوا، فانتوا خلونا لايكاتكم ترتيباتكم. خلينا نشوف مين راح نفتحها اليوم. وانا بقى واحد قلت الجو حلو زين، الشمس راح تطلع من نص ساعه، انا اروح افك الطيور. يعني الامور طيبه ان شاء الله. هي شباب حبيت اربع صناديق، نزلت اثنين ثلاثين، هسه راح انزلهم. بس هذا الفحل ما فكيته، ابو عالق الخضر اللي هو اصلا ما يطير. وهسه راح نطلع، الجو كلش حلو. اول فك للحبريات، لو نضيعها لا يرجع. وهاي طشار مال حمر يوم مو طبيعي. بابا شلونكم؟ عيني هسه راح افك. هاي تقريبا نهاية ابو طيارة. يلا عيني تعال. يلا يلا افتح انت اثنين، انا افتح اثنين. يلا ما متعلمات على هذا. شوي نستحي من العالم شباب. لابس كمامة هسه، اخذنا مكان ختلة قلنا حتى لا احد يشوفنا. بس صراحة مسافة بعيدة والله شباب. راحت يمنيسرة خالد، راحت يمنيسرة. اول فكرين شباب. عشان راح اول فكرين، بس والله جبتهم بالعوق يعني عكس، يعني هسه طبتهم بالعكس راح تصير. انا بيتي صار هيك شباب من هالجهه. هيك صار هسه هن راح يطلعن هيك، قصتهن هيك دائما. فخلينا نشوف بركي هسه يقول بنروح. خلي نرجع نشوف شنو الدرس. نلقاهم قبلنا ما نلقاهم قبلنا، بس استحدنا شوية، جينا احنا استحد. طبعا عادات وصلنا قرب وجهي شباب، خاف يطلع لنا احد من هنا زحمة. احد الله عمي، الله عمي عدلت شباب. عدلت والله راحت. يلا خلينا نطلع قبل نشوف شنو الدرس. ما شباب شوفوهن هني. طبعا احنا دا نمشي بالسياره. يا هاي الطيور
وهنا ما تبين شويه بينت واختفت. يلا هسه نوصل نوصل قبلها، انت توصل قبلنا يمكن. والله هاي شباب شوفوها مسافة بعيدة. أول فاتكة يلا خلينا نروح ولا تطلع. ما شاء الله مواصلات اثنين عندنا، اثنين مواصلات عندنا. احنا بين طيارة وفحل ونبدأ بداية جديدة إن شاء الله، ننتج منهن ونسوي لنا كرومة. الله يعوض الشباب شو نسوي، هي هاي الحياة. طبعا حمر خابطات ويانا كانن بدن يطلع على ما يقدر الطير يخبط، ما يقدر لان هذا اكو والله. خل اقول لك حط الدقيق هذا جيران، لان ويانا جوزي ويانا هذا السيلفر صار لنا 3 تور شباب. يا الله ناقص بس 50 كومو. وينها مال التور؟ صدق كذب والله عيب علينا. اي صار لنا 3 تور، 3 وعندنا هذا ما طاير 4. معقول اني هذا ما مطيره؟ لان هسه هذا واحد ما طيرت اجري، بس هذا الثاني منين على البرج؟ لاني خاف كان من برا ما اعرف والله. عيني انا السيلفر هذا، وانا السيلفر شباب ترى شاق وياكم تجي الطيور. يعني اذا ما تجي الطيور فانا على بالطيور. اذا والله فك مو كذب شباب، يعني اللي يقول لك فك بعيده لا والله مو بعيده. اما هاي جت حيات حسب توقعاتي، هاي ما اعرف بعد. يعني تعتبر الفكه بيها مسافه بالنسبه لي اول فكه وعكس مطيارهن، بس لا يعني شيء يضيع يعني. هذا سيلفر، شوف شباب عرفه لي اصفر مال حرب. وش حكي هسه ونايم ويانا على الداير. راعيه كتلها الروح، صواريخ وصفير، صواريخ وصفير. يعني هو والله عجيب هاي السالفه. هذا جزئي حط، شوف ذني كم واحد، ذني 3 اللي جني، ذني جزء فاهمات الدرس قبل كشف عدهن اجاني، الباقي جزء بعد ما كشف عدهن الموضوع. وجزء منها زمات شباب، جزء من هزمن هيك بالعكس. هذا السيلفر هذا مسكين يحط. ما تحط الحائلة بعد شباب، طيرتها قبل لا اروح افك التور، ولحد هسه طايرة ويذبح قبل الطيور. انتو بدل تسمعون الصفير شباب، هاي اذا اسمع على الصفير. هو شوفوا ده يخنق روحه قبل الطيور، بس بالداير ده يطلع. يعني هسه قام يضرب انداي ويلزم انداي حبل شنو طير يرجع حط مثل الارفلي، يعني بس الجنح شنو حطان هو يحط. باع 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 شنو هاي الحواري؟ يا هاي الحواري هاي جد. عالية زواجي يعني. وهذا ذني هسه ذني واكو 5 يعني
طشار، خمسة طشار، ثلاثة فوق ربطن وياهن هسه، واثنين ذني ما طائرات. ما جاي باكي والله يا شباب. هزين هزين تحطن تحطن. خلاص على ضرب الشقف واجيكم شباب ثواني. اي شباب بالسواري شو وقت تتربون؟ نوبه هو سيلفر، هذا مو سوري، هذا سيلفر عمي. ذا مطورين جماعة الدورة كله سلافر. عيني هاي طيورنا كملت وياها كانن اثنين، واحد مصبوغ بنفسجي بس طير ابيض صادق، وواحد مصبوغ احمر بالمعتقد. هسه من طيارة التور خبط ويانا هذا مثل الاحمر، ادلع مو ادلع مريش هذا، هي شوفوا طلع. انا اهم شيء كان عندي الزم هذا السيلفر مال حرب شباب. هاي التور شباب عيني تممت والحمد لله. بعد ويانا هذا واحد مصبوغ احمر حبري. اي هذا مو طيرنا عمي، مصبوغ احمر افتك جنح احمر، شوفوه هذا وجنح بنفسجي حياته. يابا 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 الا مردنا مرد وينه بعد وياهن لو شمرنا، يمكن شمرنا هذا وياهن. يا عجوز خابطه الطيور شباب، لان جابت اثنين وياهن مصبوغات، جابت اثنين مصبوغات. هذا واحد مصبوغ احمر وبنفسجي، والاخ كان ابيض طير ابيض ساده مصبوغ ذيله ومصبوغ جنحه بنفسجي طوخ. شلون هاي الدارسينيا اللي جا راعيها اخذها هيك لون، بس هسه ويانا يعني هذا حبري مصبوغ لونين. او طبت الحمر بيه راح تلعب روحنا. طشار مال الحمر اليوم هواي اكو شباب. شنو رايكم شباب نستمر بهاي مال فكات؟ تعجبكم ما تعجبكم؟ حتى اذا تعجبكم ان شاء الله كل جمعة نسوي فك. اليوم مو جمعة طبعا، حتى لا احد يجي ببالي اليوم جمعة، اليوم مو جمعة. بس حتى كل جمعة نسوي فك ها عيني، وكل يوم انا قاعد ما عندي شيء خلي هذا صاحبي يجينا نروح عند نفك الطيور. كانت عندي سيارة قبل فترة بعتها، والله كنت اروح اخليهم بالسيارة اروح اشوف لي منتزة حديقة ما بيها احد. شوي شباب انا صراحة احكي لكم عدلة استحي من هاي الامور، كلش استحي واتخبل من افتح طير واحد يمي صوفر يعني هيك يصير، فما احب هاي الامور. وبعد كل واحد وقناعته، انا احكي لكم عن نفسي البس كمامة واروح افكن حتى لا يعني باحراج بالنسبة لي. وحتى هسه هذا خطيه ظل يودي بي يا صاحبي يودي بي، قلت له ما فك اذا مو مكان ما بي بشر كل بالمنقطع اريده. حد ما لقينا مكان ما بي احد وحديقه وطبينا فكيناها. شوف هاي امتو بعد هذا يعني الحبر سايل حمر كلاب هي موصل. الكومات مال الحمر شوف تشار قول يا بطيور. هوسه هوسه شباب يا ابن هوسه، يعني كانت قبل الدوره مو هيك شباب. هسه تشوفون والله يعني انا قبل كم يوم كنت بالحسينيه، الحسينيه اللي قالبين الدنيا بيها مع احترامات كل اخوتنا، بس ماكو هاي الكومات. باعوا شباب كومه كومتين ثلاثه اربعه خمسه، هاي اشوف لكم على مد النظر خمسه سته سبعه، هاي من انا 2-8 مالتنا. يعني انا مربع مالتي بيبر 12-13 كومه، المربع مالتي يعني اللي اشاقف وياهم كل يوم. هسه هذا شوفوا خابط له طيور، هاي طلعت مرصد راحت عمي. الدوره صايره كارثه، هاي خوباني الطعمه يعني تعتبر القليل بيها حمام. روح للاسكان روح للوادي شوف المدعكه اللي هناك.
فالسالفة يعني صايرة صعبة يمنا كلش هواي طيور. يا شباب نزلت شوية وصعدت باوعت هذا طالع المصبغ بعد كان طالع حاليا ماكو شيء يعني ماكو شيء يعني بس طشار موجود طشار حمور طيور موجود عيني شباب هنا عندنا فاكسن زوجين شوفوا كل واحدة كان جوا 5 فرخات البارحة طبعا بعت زوج من الفاروخ خان صار من نصيب احد الاخوة بالعافية عليه هاي جواها فرخين بس كانها ما زاقة عدل مثل الثولة ربع زقة هذا ها جوا 2 زقة زينة حول ذني ها بدال ذني مشينها رحمة الوالدة كان لنا عندنا 4 فرخ لا استغفر الله ربي 6 وهنا عندنا ذني فقسن تمام ها شوفوا اكو كشور بالجاع ثواني خلينا نشوف هاي مفقسه وهاي الثانيه هاي خل افتح لي اياها اني لان ما طول فاتح هواي وما طالع يعني اكو مشكله بالموضوع دقيقه هذا الفرخ تكرمون حتى مخرج يعني اموره تمام ما طول ما بيدموا هالامور يعني هذا لو باقي للعصر يودعنا نخليه هاي 6 فرخات يعني هسه هنا 2 ب2 ب2 هنا ايش عندنا هنا انا جمعت تقريبا 5 6 بيضات بيضين جوا هذا الزاج لقيت جوا بيضتين فازات فجبت له ذني 5 قلت له تريد بعد؟ قال لا والله رحم الله والديك. فاني اتابع ياهل منقره هاي اشيلها نحولها جوا الطيور مات الملابين. اي والله تريد بعد؟ يقول لا ما اريد. خبصوني طير الزيره طير تعال يا عمي الزيره. طير الزيره طير الزيره. طير الزيره ها طير. اكو اعلى من هجوم طيار شباب اني هذا المستورد يوصل مرحله بعدها ينضم ما محتاجه طيار انا ما عندي سباق تفهموني ما عندي سباق انا فعلى شنو دا اطيرها انا اعوفها من يبدي يجي السباق عندي ابدا عاد شويه شويه اطلعها اخففها قبل السباق بفتره تفهمون قصدي بس هسه انا هيك وقت ايش عندي ما عندي لا سباق ولا اهل امها هي صار فتره قاعده طويله ما اعطيها يعني هو هذا نظام المستورد شباب انه ما طول انت ما عندك شيء بي تضم لحد ما يجي اليوم اللي انت عندك سباق مثلا طلعت استفاد منه هاي خلطت فيها الحبريات شو اخذ جنح الحبريات هاي شنو هاي فوق الحبريات هنطلع هذا فد مرة لحد الفاشل الثاني وين هذا الثاني وين وصل ماكو هذا تيجي ها جات شو يحترون نفسك المتابعين حط على الوايرات يا حلا حظك اخبار العالم من هنا شو اقول لهم؟ يقول هذا يحط على الوايرات شوي اليوم بيض وجهنا زعجل بابا حيروح على الواير قبل لا والله ما شير شيروحك وين الزيرة؟ الزيرة صعدت شوفوا شباب شوية صعدت حياتها هاي شوية صعدت عين الطيور تعبت هاي اليوم الحبريات انفكيت وهالامور شوفوا شوف هذا فاشل ظل طول عمره فاشل فهسه الزيرة وينها؟
واحنا جت الا ما فتحناها الا بالهواء. صوا عليه شيء ست يفتح جناحه وتنزل تحط. حلوه الفكه شباب، ان شاء الله تونستوا بيها. ان شاء الله نسوي لكم بعد فكات. هسه نبدي نفك الحايله، نفك ذني. هالايام راح نرجع نطير المخاليف والحمر، شوي قطعت وياهن بس ان شاء الله راجعينهن. ورا الضياع والموت اللي صار هسه فارديهن كم يوم شباب، راح نرجع نطبقهن ونرجع نطيرن، نطيره فحر طبق تخففين مرتلوخ. شو ما ترهم ويانا يعني ما اعرف شنو الموضوع. هاي الزيره شباب هيات فوق طايره ما ايش، حتى كانت قبل سريعه هسه شويه جناحها صايره اهدى. المهم عيني شباب وصلنا نهايه المقطع، لا تنسوا تشتركوا بالقناه، لايكات تعليقات، وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد. تحياتي لكم.